دايما في مخيلتنا ان اكتر الحيوانات افتراسا هم الاسود او الفهود، لا هم لا دول ولا دول، لاني عاده الاسود نسبه نجاحهم في اصطياد الفرائس بتكون 30%، لكن الكلب البري الافريقي بينجح في اصطياده للفرائس بنسبه 90%، وممكن ان الفريسه وزنها يتخطى 300 كيلو جرام، مما يجعل هذا الحيوان من اكتر الحيوانات الافريقيه الخطيره والمفترسه. النهارده هنتكلم عن الكلب البري الافريقي. موطن الكلب البري الأفريقي هو السافانا الأفريقية والأرض قليلة الأشجار في جنوب وشرق أفريقيا، وهو من السلالات اللي ممكن يوصل وزنها من 18 ل 40 كيلو جرام، ويوصل طولها من الكتف من 60 ل 80 سنتي، مما يجعله تاني أكبر كلب بعد الذئب الرمادي. وعادة بتعيش الكلاب الأفريقية البرية وبتطارد في مجموعات. الكلب البري الأفريقي بيأكل في اليوم الواحد 2 كيلو جرام لحم، ولكن في بعض الحالات ممكن يأكل إلى ما يصل إلى 8 كيلو جرام لحم في اليوم. وهذه النوعية من الكلاب لا تأكل الجيف.